سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية. قصة سيدنا يوسف عليه السلام. الحلقة السابعة. المرة دي يا خالتي صفية. يا خالتي صفية سيدنا يوسف ما تنسي. ما سيدنا إبراهيم. يعني أنتم ما بتسامحوا الزول لو غلط؟ لا ما طريقكم. سامحينك يا خلاص. يلا. بعد ما سيدنا يوسف قابل فرعون بأخوانه وأبوه، فرعون أخذ وأدى معاهم ونفذ لهم طلباتهم. سيدنا يوسف عليه السلام سكن أبوه وأخوانه وأداهم أملاك في منطقة جاسان زي ما أمر فرعون. يا سلام. وأداهم التموين اللي بيكفيهم كلهم حسب عدد أولادهم. وعدد أفراد عائلة يعقوب كان في مصر يا جماعة لو أضفنا ليهم سيدنا يوسف وأولاده الاثنين يكون عددهم بالكامل هو 70 نفر. 70. أها. ولأنه المجاعة كانت شديدة وأثرت جدا في مصر وكنعان، سيدنا يوسف عليه السلام جمع كل المال العائد من شراء المحاصيل وخدتاه في خزنة فرعون. ولما انتهى المال عند المصريين والكنعانيين، المصريين قاموا جلوا يوسف بصفته الحاكم المسؤول عن التموين وقالوا ليه: يا مولاي، نحن ما عندنا تموين ولا مال. ايوه يا مولاي، حقو تدارك الموقف عشان ما نموت بالجوع. طيب انتو حتى لو ما عندكم مال عندكم مواشي وممكن تشتروا من التموين بالمواشي بتاعتكم. والمصريين وافقوا وجابوا بقرهم وحصينهم وغنمهم وحميرهم لسيدنا يوسف. وسيدنا يوسف عليه السلام باع لهم التموين اللي بيكفيهم لمدة سنة. وفي السنة الثانية لما التموين خلص منهم جول سيدنا يوسف مرة تانية وقالوا له: يا مولاي، ما في مدسة عليك، نحن دلوقتي ما عندنا أي شيء، لا مال ولا مواشي. يا مولاي، فعلا ما فضل لنا أي شيء غير أراضينا ونفوسنا. أنت لازم تتدارك الموقف يا مولاي عشان ما نموت بالجوع. ممكن تشترينا نحن وأراضينا ونكون كلنا عبيد فرعون. يا مولاي، أدينا بذور عشان نزرع أرضنا وما تبقى بور، وعشان نحن ما نموت بالجوع. وسيدنا يوسف عليه السلام اشترى لفرعون كل أراضي المصريين ومزارعهم، لكن ما اشترى أراضي الكهنة لأنه الكهنة ما كانوا محتاجين. أيوة. ولأنه كان عندهم مرتبات مخصصة لهم فرعون نفسه، والمصريين بيقوا عبيد لفرعون. وفي مرة يوسف قال لهم: أسمع يا جماعة، طالما أنا اشتريتكم أنتو وأراضيكم لفرعون، أنا هسا حديكم البذور عشان تزرعوا الأرض، ولما المحصول يطلع تدوا الخمس لفرعون وانتوا تشيلوا الأربع أخماس الباقية عشان تكون طعام لكم ولأهلكم، وكمان تكون منا البذور عشان تزرعوا بيها الأرض. كتر خيرك عشان كفيتنا شر الموت بالجوع، لكن يا ريت يا مولاي ترضى علينا وتأذن لينا ونكون عبيد لفرعون. وسيدنا يوسف عليه السلام خلى التجربة دي تبقى قانون ساري في مصر لسنين طويلة، وهي إنه خمس المحصول يكون لفرعون. لكن ده ما كان بينطبق على أراضي الكهنة لأنها ما كانت مملوكة الفرعون. يعقوب وأولاده زي ما عرفنا يا جماعة سكنوا في مصر في منطقة جاسان، وكان عندهم فيها أملاك وكانوا ناجحين وعددهم كتير جدا. ويعقوب عاش في مصر 17 سنة، ولما قرب يموت نادى ولده يوسف وقال له: يا يوسف. أيوة يا أبوي. يوسف. نعم يا ولدي. نعم يا أبوي. أنا دلوقتي بطلب منك طلب. أيوة. أنا عايزك تعمل فيني معروف يا ولدي وتوفيه.
حاضر يا أبوي. لما نموت ما تدفني في مصر، أنا عايز أندفن هناك في كنعان وسط جدودي. حاضر أرجوك أرجوك بعدين تأخذني من مصر وتدفني هناك بعد عمر طويل إن شاء الله يا أبوي. حاضر، هعمل أي حاجة أنت قلت علي. كويس كويس يا ولدي، لكن أنا عايزك تحلف لي يا يوسف. وسيدنا يوسف عليه السلام فعلا حلف لأبوه بأنه حينفذ وصيته، ويعقوب نزل من سريره وانحنناه على عكازه. وبعد فترة سيدنا يوسف سمع إنه والده يعقوب مريض، عشان كده أخذ أولاده الاثنين منسة وأفرايم لأبوه. ويعقوب طلب البركة لمنسة وأفرايم، وبعد ذاك بفترة يعقوب جمع أولاده كلهم وسأل الله إنه يباركهم، وبعد الدعاء قال لهم: أسمع يا أولادي، أنا حامل قريب وانضم لجدودي، عشان كده أنا عايزكم تدفنوني معاهم في مغارة المكفيلة الموجودة في مزرعة عفرون. مزرعة عفرون الحسي القريبة من مدينة الخليل في كنعان. ويعقوب بعد ما خلص كلامه مع أولاده اتمدد ومات، وكان عمره 147 سنة. 147 سنة؟ أيوة. وسيدنا يوسف عليه السلام انكفع لأبوه وبكى وسلم له في راسه، وأمر دكاترته إنهم يحنطوا أبوه، والدكاترة فعلا حنطوا يعقوب. وعملية التحنيط دي تمت في 40 يوم زي العادة. 40 يوم؟ 40 يوم. والمصريين حدوا عليه 70 يوم. يا سلام، 70. وبعد ما انتهت فترة الحداد، سيدنا يوسف عليه السلام قال للمسؤولين في القصر: يا مستشارين. نعم. أيوة. نعم 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 مولاي. اسمعوا يا مستشارين، انا عايزكم تعملوا فيني معروف، عايزكم تمشوا لفرعون وتبلغوه بوصية أبوي بأنه لازم يندفن في بلده. حاضر يا مولاي. حاضر. فاهمين؟ حاضر. حاضر. والمستشارين ديل فعلا مشوا لفرعون عشان يبلغوه برسالة سيدنا يوسف. يا مولاي، سيدي يوسف رسلنا ليك وبقول لك أبوي قبل موته حلفني إنه لما يموت عايز يندفن في القبر الحفره بنفسه في بلده كنعان، عشان كده هو عايزك تسمح له عشان يمشي يدفن هناك ويرجع. طيب أنا موافق، قولوا ليوسف أمشي لكنعان وأدفن أبوك حسب وصيته. وسيدنا يوسف عليه السلام فعلا مشى لكنعان عشان يدفن أبوه، وكان معاه أسرته وأخوانه وكل عائلة يعقوب، وما خلوا في جاسان غير أطفالهم وبقرهم وغنمهم، وكمان كل المسؤولين في قصر فرعون وأعيان مصر مشوا معاهم. يا سلام. عشان كده كان عدد المشيعين كبير جدا، بما فيهم الناس اللي كانوا راكبين الخيول واللي كانوا راكبين عربات الحنطور. وكل المشيعين لما وصلوا لبيدر أطاد جنب نهر الأردن بكوا على يعقوب بكى شديد. وسيدنا يوسف عمل لأبوه فراش لمدة 7 يوم، والكنعانيين الساكنين هناك لما شافوا الفراش في بيدر أطاد قالوا ده فراش كبير للمصريين، وعشان كده سموا المحل ده أبو المزرايم، ومعناها فراش المصريين. وبالطريقة دي أولاد يعقوب حققوا وصية أبوهم ودفنوه في بلده كنعان في مغارة المكفيلة القريبة من مدينة الخليل. والمغارة دي هي كان سيدنا إبراهيم عليه السلام اشتراه مع المزرعة من عفرون الحسي عشان تكون مغابر له ولذريته. وسيدنا يوسف عليه السلام بعد ما دفن أبوه رجع هو وأخوانه وكل الناس اللي معاه لمصر تاني. أخوان سيدنا يوسف بعد موت أبوهم بقوا قلقانين وخايفين من يوسف. ليه؟ خايفين منه يمكن يقوم يتذكر اللي عملوه معاه زمان وينقلب عليهم
وينتقم منهم، عشان كده رسلوا ليوسف وقالوا له: يا يوسف يا سيدي، أبونا قبل ما يموت أدانا وصية كان طالب فيها منك إنك تسامحنا وترضى علينا. طيب، ونحن دلوقتي بنترجاك عشان تسامحنا في الغلط اللي عملناه معاك زمان. وسيدنا يوسف عليه السلام لما سمع رسالة أخوانه دي اتأثر شديد وبكى، وأخوانه جوه ووقعوا قدامه وقالوا له: نحن عبيدك، نحن عبيدك يا سيدنا يوسف. يا أخوان، يا أخواني، يا أخواني، ما تخافوا، ما تخافوا، لأني أنا ما الله عشان أضركم أو أنتقم منكم. أنتوا كنتوا ناوين الشر في اللي عملتوا فيني، لكن الله أراد به خير عشان ينجي به نفوس كثيرة من الموت بالجوع. ما تخافوا يا أخواني، أنا حاعولكم، أنتوا وأولادكم كمان، ما تخافوا، ما تبكوا. وكلام سيدنا يوسف ده طمن أخوانه وريح بالهم. سيدنا يوسف عليه السلام يا جماعة عاش مع عائلة أبوه في مصر، وشاف الجيل الثالث من ذرية ابنه أفرايم، وكمان أولاد ماكير ابن ولده منسة، وكلهم كانوا بيقعدوا على رجليه لما كانوا صغار. السلام. وسيدنا يوسف عليه السلام لما قرب يموت قال لأخوانه: يا أخواني، أنا حموت قريب، لكن الله سبحانه وتعالى حيساعدكم يمرككم من البلد دي للمنطقة الحلبية في وعده لأجدادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وأنا بحلفكم بالله لما ترجعوا كنعان تنقلوا عظامي معاكم وتدفنوها هناك. وسيدنا يوسف عليه السلام لما مات كان عمره 110 سنة، وحنطوه ووضعوه في صندوق خاص في مصر. وبعد سنين طويلة سيدنا موسى عليه السلام نقل عظامه وأولاده أحفاد يعقوب اللي بقوا هم بني إسرائيل دفنوها في أرض كنعان. أحيا يا جماعة، دي كانت قصة سيدنا يوسف عليه السلام زي ما مذكورة في التوراة. شكرا لك يا خالتي صفية. الله يخليك، ربنا يديك العافية. كتر خير، فعلا قصة جميلة وممتعة جدا جدا. الله يخليك، الله يديك العافية. يلا يا اخواننا نمشي عشان ما ناخرها. تسلموا يا اولاد، يلا مع السلامة. الله يسلمك، شرفتونا، ربنا يخليكم. في امان الله. يلا مع السلامة. تحية زروب. إخراج طماطر شيخ الدين.